جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا من أديس أبابا يقول فيه: هل يجوز جمع الصلاة بغير عذر، وهل يجوز تقديمها أو تأخيرها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز جمع الصلاة بغير عذر، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات في مواقيت محددة، لا يجوز إخراجها عنها ولا تقديمها عليها. قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. الله سبحانه وتعالى توعد من يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والسهو عن الصلاة وإضاعتها يعنيان تأخيرها عن وقتها، ويعنيان كذلك الانشغال عنها بالأفكار وأمور الدنيا التي تمنع الخشوع. فعلى كل حال، قضية الوقت من أهم القضايا بالنسبة إلى الصلاة. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وله عمل في النهار لا يقبله في الليل. فلا بد من أداء الصلوات في مواقيتها. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها. أما إذا كان هناك عذر للجمع بين الصلاتين من سفر يبيح القصر، أو مرض يشق على الإنسان كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له الجمع، أو من أجل مطر يبل الثياب أو وحل، يجوز له الجمع بين العشاءين لإزالة الحرج، يعني يجمع بين الظهر والعصر للمرض والسفر، ويجمع بين العشاءين لهذين العذرين المطر الذي يبل الثياب والوحل الكثير. وهذا هو الذي جاءت الأدلة به. وأما جمع الصلوات من غير عذر، كان يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد كما يفعل بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون بأمور دينهم ويقول: متى فرغت أصلي، أو يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر شرعي، فإن هذه الصلاة لا تصح. الصلاة التي أخرجت عن وقت لا تصح منه، لأن من شرط صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها الذي شرعها الله فيه. نعم.